صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية. طبعا اول شي بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم، فتحصلوا بهذا المكان بالضبط شمال سان دينيس. التحدي الاول مطلوب عندكم صنعون معالج الحصان. التحدي الثاني مطلوب منكم تتنقلون 1000 متر انتو احد افراد العصابة وانتو طالعين على القارب. طبعا القارب تحصلوا يسار رودز، هذا المكان بالضبط. التحدي الثالث مطلوب منكم تصورون الكلب الموجود عندكم بالمخيم. التحدي الرابع مطلوب منكم اللي هو تلعبون اي ايفنت كان مرتين. التحدي الخامس مطلوب منكم تصيدون 2 من سمك الستيل هايد. التحدي السادس مطلوب منكم اللي هو تدخلون التبقى او التشويد. التحدي الأخير مطلوب منكم اللي هو تقتلون 3 من الذئاب. طبعا الذئاب تحصلوها بالمناطق الشمالية لهذه المنطقة أو تحصلوها بهذه المنطقة. بالنسبة لتحديات الباونتي انتر، فالتحدي الأول مطلوب منكم تلعبوا 2 باونتي انتر من ليمون بوستر. ليمون بوستر يكون تابع لها رودز وسان دينيس. تلعبون اثنين من هذا المكان او من هذا المكان راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب منكم وقت ما تمسكون البونتي هنتر تاخذون اغراضه. التحدي الثالث مطلوب منكم تلعبون 2 باونتي هنتر من بورد واحد، يعني مثلا هذا البورد تلعبون 2 من عنده راح يخلص عندكم هذا التحدي. بالنسبة للاعبين اللي عندهم البونتي انتر ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب منكم تلعبون 2 باونتي انتر من النيو هانوفر بوستر. النيو هانوفر بوستر يكون تابع لها اللي هو هذا البورد، ومجرد ما تلعبون 2 من هذا البورد راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب منكم تتبعون 3 باونتي انتر بخاصية الإيجل آي. التحدي الثالث مطلوب منكم تلعبون 3 باونتي انتر من بورد واحد، اي بورد موجود باللعبة تلعبون 3 من عنده راح يخلص عندكم هذا التحدي. اما تحديات التاجر، فالتحدي الاول مطلوب منكم جمعوا 200 دولار من تجارة ببضاعة التاجر. التحدي الثاني مطلوب منكم تبرعون للتاجر برئيسة حيوانات تكون 3 نجوم. التحدي الثالث مطلوب منكم تلعبون ميسي بلاي ميشن وتخلصوا بوقت لا يزيد عن 5 دقائق. أما تحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب منكم تجمعون الورد الأمريكي البري. التحدي الثاني مطلوب منكم تجمعون 5 من بيوت الطيور. التحدي الثالث مطلوب منكم اللي هو تجمعون 3 من أشياء الكولكتر باستخدام الحساس اللي هو هذا. أما تحديات المشن، فالتحدي الأول مطلوب منكم تجمعون 200 دولار من تجارة بضاعة المشن.
التحدي الثاني مطلوب منكم ترقصون مرتين بالموشاة لمدة دقيقتين. التحدي الثالث مطلوب منكم تلعبون 2 ستوري ميشن موشاين. أما تحديات الطبيعة، فالتحدي الأول مطلوب منكم تصنعون أو تطبخون بالكامب المتنقل اللي هو هذا الكامب. طبعا ما عنده هذا الكامب لازم تشتروه من هارج. التحدي الثاني المطلوب منكم اللي هو يمر 24 ساعة وقت باللعبة بدون ما تقتلون أي حيوان. التحدي الثالث المطلوب منكم تجمعون 3 عينات من حيوانات المراعي. حيوانات المراعي عندكم اللي هم الغزلان، تروحون على منطقة ليتل جريك ريفر وتاخذون 3 عينات من الغزلان. هاي خلاص عندكم هذا التحدي. إن شاء الله كون فدتكم هذا الفيديو. لا تنسون من لايك وشارك القناة إذا مشترك، فعل الجرس، شارك الفيديو لكل أصدقائكم عبر الردد. أشوفكم فيديو ثاني. سلام.